أحد الإخوة يسأل يقول بالنسبة للسائرين لزيارة الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقوم بعض السائرين بإهداء بعض الخطوات إلى الوالدين والأهل والأصدقاء، فهل يحصل من يهدي ثواب بعض الخطوات على نفس ثواب المهدى إليه أم لا؟ شايف احنا كثير من اللي يتوفقون لزيارة من يطلعون بعضهم ما يتوفق يقول له أسألكم الدعاء، إلك راح أهدي لك مقدار من الخطوات في طريق الإمام الحسين، أهدي لك ثوابه أو أهدي ثواب بعض الخطوات لوالدي أو لأصدقائي أو لأقربائي أو لجيراني أو لبعض المتعلقين المرتبطين بي. يقول هذا السائر في طريق الإمام الحسين، أنا إذا قمت بإهداء بعض الخطوات إلى ذلك الشخص هل أحصل على نفس الثواب؟ لو لا ينقص مقدار من ثوابي ويتحول إلى ذلك الشخص المهدى إليه. سماحة السيد يجيب عن هذا السؤال ويبين الحكم الشرعي، يقول نعم يحصلون إن شاء الله على نفس ذلك الثواب، ولا ينقص من ثوابك قيد أنملة، بل الله عز وجل إن شاء الله